حجاج المغاربه كاين اليوم صدر واحد السيد اللي طرحت السؤال على الحجاج المغاربه صدر اليوم واحد ال... واحد ال... صدر اليوم واحد ال... بلاغ تماما صدر بلاغ اللي تيحدد السن واللي حددها تقريبا يعني في 65 سنه فما فوق. هذه كلها اجراءات اللي كتعرفوا يعني يكون مزداد 57 يكون مزداد 57. فالهدف من هاد الاجراءات طبعا هو كتعرفوا هذا الموضوع هذا ديال الحج هو موضوع اللي ماشي حنا اللي كنتحكموا في تحديد كاين مجموعه ديال العلاقات مع الجهات المعنيه ويتم تحديدها في هذا الاطار هذا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.